حضر سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة سلطنة عمان لدى المملكة بمناسبة العيد الوطني 52 لسلطنة عمان الشقيقة. ونقل سعادة وزير الخارجية بهذه المناسبة تحيات وتهاني عاهل البلاد المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة الجليلة، وتمنياتهما لسلطنة عمان وشعبها الشقيق بدوام العزة والرفعة والنماء والازدهار في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان. بأجواء احتفالية كبيرة حضر أعضاء السلك الدبلوماسي في مملكة البحرين للاحتفاء بالعيد الوطني 52 المجيد لسلطنة عمان الشقيقة، وذلك خلال حفل نظمته سفارة السلطنة في مملكة البحرين بحضور سعادة وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، مشيدين بالمسيرة التنموية الزاهرة للسلطنة في مختلف المجالات. برعاية معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وبحضور عدد من أصحاب السمو الشيوخ، أقامت سفارة سلطنة عمان بمملكة البحرين حفل العيد الوطني 52 المجيد، وانتهز هذه المناسبة بالتهنئة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وامنياتي له بمفخور الصحة والعافية والعمر المديد. بمناسبة العيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة أتقدم إلى المقام السامي لسلطان عمان وحكومته وشعبه بالتهاني والتبريكات، وأتمنى للعمان الاستقرار والأمن والأمان والازدهار. ولا شك فرحة عمان هي فرحة الخليج، لأن كل بيتنا واحد وإحنا امتداد بعض، والله يديم على عمان الشقيق الأمن والأمان والازدهار في ظل القيادة الحكيمة، ودام أفراحكم يا عمان. في هذا اليوم المبارك احتفلت السفارة تحت رعاية سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية المنقل احتفالها 52 المجيد في ظل باني نهضة عمان المتجددة مولانا صاحب الجلالة. في هذه الفرحة شاركونا الأخوة في ملك البحرين حضور متميز كبير على مستوى الحضور من أصحاب السمو وأصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة وأبناء البحرين الأجلاء وكذلك الجالية العمانية في ملك البحرين، وكل عام والجميع بخير. العلاقات البحرينية العمانية أنموذج لعلاقات المحبة والتآخي والتآزر، برهن عليها شعب كلا البلدين في الاحتفاء بهذا اليوم الوطني العزيز، مستذكرين ما يجمع البلدين من تعاون كبير أسس له أصحاب الجلالة والسمو قادة كلا البلدين على مر التاريخ. طبعاً العلاقات البحرينية مع السلطنة تمتد لهذه المدة وأكثر، من حيث التجارة، من حيث خلينا نقول العلاقات الأسرية وغيرها، فالعلاقة وطيدة جداً، العلاقة قوية مبتدية من زمان، وإحنا وسلطنة عمان شعب واحد. العلاقات البحرينية والعمانية علاقات وطيدة تجمعنا أواصل القربة، وأيضا تجمعنا العلاقات التجارية والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية. حابة أهني عمان الغالية وحضرة صاحب الجلالة بمناسبة اليوم الوطني المجيد 52، ونشكر السفارة السلطنة على دعوتهم لحضور حفلهم الكريم، وأتمنى للسلطنة كل التوفيق وأن نراها دائما في مصاف الدول المتقدمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه. تفاعل كبير أبداه حضور الحفل الذين قدموا التهاني والتبريكات إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان حفظه الله ورعاه، مؤكدين أن السلطنة تسير بقيادة جلالته إلى مستويات متقدمة من النماء والتطور والازدهار. العيد الوطني 52 المجيد لسلطنة عمان الشقيقة مناسبة تحتفل بها سفارة سلطنة عمان في مملكة البحرين بحضور دبلوماسي واسع وكبير يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.